هنا تونس على ديوان اف ام، موعدكم اليومي من نص النهار الماضي ساعتين للعودة على أهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تسمعوا فينا كالعادة على 93.5 في تونس الكبرى، وإلا 91.2 في صفاقس، ولا 106 في نابل والوطن القبلي. تابعونا أيضا على صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك ديوان اف ام، وإلا على اليوتيوب ديوان اف ام لايف، وإلا موقعنا على الانترنت ديوان اف ام.net. سونداج اليوم بعد استئناف نشاط المخابز غير المصنفة، هل ما زلت تجد صعوبة في التزود بالخبز؟ نعم لا غير مهتم. نحكي اليوم بقى رئيس جمعية قضاة التونسيين أنس الحميدي في حالة صراحة. دخول محمد ريان الحمزاوي المتهم في قضية التآمر على أمن دولة في إضراب جوع. نرجع اليوم على رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي يطلب من رئيس الحكومة الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات اللي تمت منذ سنة 2011. نحكي زادا على استئناف نشاط محلات صنع الخبز غير المصنفة. هنا تونس. يحضر معنا خليفة. أهلا خليفة، مرحبا. تحياتي معز، تحياتي معز الثاني، تحياتي صديق سامي، ومرحبا بك بعودتك معناتها مظفرا، وتحياتي بالاستاذ عماد بن حليمه. اهلا استاذ عماد، اهلا وسهلا، مرحبا. تحيه لكل متابعي ديوان فام على كافه وسائل التواصل. الحقيقه فقدت كلمه في 30 سيكوندا، مر اكثر من عام على دخول دستور جديد حيز التنفيذ، والمحكمة الدستورية لم يقع إنشائها، وما يمكنش أنه نعملوا دستور جديد بلاش حماية من المحكمة الدستورية. الخوانجية في 2014 حطوا أجل العام وما احترموش، دستور جديد ما حطش حتى أجل، مع ذلك ما صارتش محكمة دستورية. وما يلزمناش ننساو اللي 25 جويلية تعملت خاطر ما فماش محكمة دستورية. لو كان جات فما محكمة دستورية راهو الرئيس كيف خذا الإجراءات الاستثنائية، بعد شهر تتصدى له المحكمة الدستورية وتوقف له الإجراءات الاستثنائية. راهو عدم وجود محكمة دستورية هو طريق للفوضى. لذلك أنا أدعو رئيس الجمهورية حماية للدستور اللي حسدنا عليه العالم الكل، وأنه يضع محكمة دستورية. تعرف الهوند هذه شنو تسمى ولا سعيمات؟ دخول بقوة. دخول بقوة هذا اسمه. ما عتلتينا. نعم كمش مغروم ياسر كرة يد مغروم. لا أنا جوار دو هوند بول. هاي باهي. جوار دو هوند بول أما هذه راهي في الفوتبول اللي تسمى دخول بالقوة في الهوند بول، تعرف شو تسمى؟ يتسمى العكس في الفوتبول، يولي أوبستركسيون. هاي الزوز اللي كانوا مصيفين، مرحبا بكم من جديد فيه هنا تونس. سامي بن غازي، اهلا سامي، مرحبا. عسلامة عسلامة معز، مرحبا بالخليفة، مرحبا بسي عماد، مرحبا معز، ومرحبا بك انت معز. معز عطية، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا معز، تحية ليك. شوية للراحة نتاعك. لا بالعكس، بارابول سامي بن غازي حد شيء. سرحان ماهوش هوني باش يعطينا بالضبط فين كنتوا يعمل لكم لوكاليزاسيون سير الاخبار الصحيحه عند سرحان اليخت وين بالضبط والمكان وكل امور كل سرحان. عند سرحان به المواضيع حكينا فيهم كل. كان شكون فيكم حبيب بدا يحكي على ترفيع في اسعار السجائر؟ نعرف فيكم على اقل 50% مهتمين بهذا الموضوع. لا اكثر، اي فما 50% في البلاتو هذا مهتم بهذا الموضوع، ولو اني انا مع الترفيع في اسعار السجائر لمحارب التدخين، لانه هذا التوجه في العالم الكل. لكن انا عندي سؤال بلاي، خلي الناس اللي تعرف هذا، كي تقرا الاسعار اللي يلزمك تلقى بهم الترفيع اللي صار في الاسعار، هما الاسعار الحقيقيه اليوم معناها في الاخر بالكل باش نزيدوا الرفع في الاسعار اللي هي الاسعار الغير الحقيقيه. انا نقول مبروك للكناتري، مبروك. اولا الساعه يعني تحقيق ربح استثنائي على الستوك اللي مازال موجود، لانه انك انت كيف تكون في بلاد عندك فيها كناتريه في الدخان، وتعرف انت كدوله، وانا حكيت فيه المره اللي فاتت وقت خليفه، معناها ما عجبوش كلامي كي قلت ب 13 رخص تاع الدخان للفقراء بدون من انك تعطيهم قروض باش يعملوا مشاريع، لانه المصيبه الكبيره اليوم ما عادش عندنا قمارك. بالضبط، ما عادش عندنا قمارك بنفس عدد القمارك نتاع نفس عدد الرخص. يعني ناس هذوما يمشيو قدام القباضة ياخذوا الكوتا نتاعهم والكناتريه يلموا السلعه هذه كله، هما يتحكموا في السوق. اللي كان ب 9200 مش باش نسميه ولا ب 10000، هو توا قاعد يتباع ب 10000. ولذا كان لازم انه يشيح السوق شويه باش الستوك نتاع الكناتريه يخرج بعدها تزيد. يعني المضاربه تو باش تقع مرتين، مضاربه على الستوك اللي تشرى بالسوم القديم باش يتباع بسوم جديد، مبروك عليهم. و
بون سي فري، هل انه الدوله قاعده تزيد باش تزيد لي تاكس حمايه الصحه؟ لا، لانه في اوروبا تشوف كيف زادوا، وراهو الدخان في تونس اغلى من اوروبا. كي معناها انت تقارن لا لا القدره الشرائيه اغلى معز تحسب على المقدره الشرائيه، تقارن بين مؤشر لي سالير، مؤشر الاجور ومؤشر الاسعار في كل شيء هيك في تونس، معناها يعني السميك يجيب لك باكو دخان في النهار، سميك يجيب لك باكو دخان وشويه كهو في هذيك اللي فهمنا احتكار واضح، احتكار نتاع الدخان. ها عندنا مضاربه واضحه اللي هي المضاربه في الدخان. علاش ما نمشيوش نحاربوا اليوم اللي قاعد يصير هذا واللي يحرم في الدوله من مداخيل اضافيه من لي تاكس ومن غيره؟ هو اولا هو راه اللي ياخذ رخصه نتاع دخان ماهوش مستحق بقرض باش يعمل به مشوار، خاطر شنو اللي يطلب هو؟ مش واحد يحل قمرق وياخذ دخان تجهيزات يكري حانوته وطار، ما هذاك هو شنو الحاجه الاخرى اللي تستحق باش يعطوه قرض؟ وهو بطبيعته اللي عندهم رخص، خلينا نكونوا واضحين على الاقل في وقت من الاوقات كانت ناس تقريبا اني قلت لك يتحول الى الجزء من الطبقه الوسطى وفي اعلاه، لا بس عليهم على الاقل اللي نعرفوهم الجانب. المشكل ماهيش في مشكل تعطي رخصه لفقير ولا ما تعطيش، هي من المفروض وقت اللي تبدت الحكايه هذه تتعطى الناس بقطع النظر على السياقات اللي صارت فيها، عاده تكون عندهم وضعيات اجتماعيه. القضيه ماهيش في غادي، القضيه في مساله الرقابه، في مساله الرقابه، لان مساله هذه تهريب الدخان راهي ماهيش جديده على الاقل عندها 30 سنه، اما استفحلت بطريقه كبيره برشا خاصة بعد الثورة، لأنه صار تسيب كبير برشا وكان ثم حد أدنى من الرقابة. خلينا نقولوا المنظومة متاع الفساد اللي كانت موجودة قبل كان عندها عارف تقريبا، كان ثم شكون يتحكم في المنظومة ويحدد المجالات، عندك الحق في نسبة معينة من الأرباح، لكن ثم خلينا نقولوا روس كبيرة هي اللي تحكم في السوق. اللي صار بعد الثورة اللي اتخوصت تقريبا، كان مأمم الفساد عند الدولة وهي تعرف كارتلات، وكان بن علي الله يرحمه معروف بدوسياته ويعرف كل واحد على شي يمشي ويجي، وكانت نوع من الابتزاز الملفات هذه في علاقه بالقضايا هذه، لكن هذا يسيب هامش نتاع الناس اللي هي تخدم. بعد الثوره تسيبت المساله هذه، اللي كانوا مجرد صناع تحولوا الى عروفات، وشفنا معناتها تقريبا انواع السجائر اللي هبطت للبلاد هذه بشكل كبير. انا ساعات نسال سؤال، ثم نوع نتاع سجائر يظهر لي يشرو فيه بدينار، انا قلت لهم من المصدر نتاعه قداش يجي هذا؟ اذا كان يتباع فهمت ولا تمشي تاخذه بدينار، بقديش من المصدر بتاعه؟ خلي عاد من الاضرار الصحيه وبرا شوف المستشفيات معناتها، وبرا شوف حالات الامراض الخبيثه عفانا وعفاكم الله اللي انتشرت بشكل رهيب جدا، ومن ضمن اكبر الاسباب نتاعها النوعيه نتاع السجائر، وانا نقول كله مضره وما خاصه النوعيه هذه غير المراقبه واللي تقريبا عليها العديد من نقاط استفهام. تحكي لي في الدخان، هنا نحكوا احنا في الفرينه نحكوا في كذا، كل تقريبا المونوبول اللي شدتهم الدوله كل فيهم فساد، وهذا يرجح اللي اكبر تقريبا جهه معناتها نتاع فساد هي موجوده داخل الدوله وفي جزء من مؤسساتها. وانا ديما نقول فيها اللي يحب يفهم منظومه الفساد كيفاش تمشي والكارتلات هذه يمشي يحل كتاب على وزاره التجاره، لان الامور الكل تبدا من غادي، وتبدا بمساله الرخص وتبدا بالمسائل هذه. الزياده في الدخان انا نقول لا بواكي للدخان، الوحيد اللي ما تنجمش تحاجج تقول انا ضد الزياده في الجانب هذا، ماهيش ماده اساسيه. للاسف نقر واحنا هنا ما الانضباط للجانب هذا ونتحملوا الفائض المالي. هي راهو كاجات الدنيا خليفه، الدول في العالم ما تصنعش الدخان وما تبيعش الدخان وما تعملش روحها مونوبول نتاع الدخان. احنا كوريا الشماليه، احنا كوريا الشماليه نورمالمون الرنتيا هذيا تتباع. كان فما عرض كبير ياسر لليابانيين، وقع رفضوا في تلك الفتره، وخاصه الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قال خط احمر بيع المؤسسات الوطنيه بما فيهم الرنتيا، ودوله المهمه الرئيسيه نتاعها هي محاربه التدخين، مش صنعه ولا توريده ولا بيعه. معناتها ماهيش خاسره، لا خسرة ولا رابحة، خسرة ولا رابحة يا خليفة، خسرة ولا رابحة في المبدأ. دول وزادة حتى معناتها الشركات الكحولية زادة نقولوا مش من حق الدولة، من حق الدولة وبرشا قطاعات نجم نمشوا فيها هذية. أما في الأخير هي مؤسسة عمومية ماهيش خاسرة، ماهيش تربح برشا، أما قاعدة تضخ في أموال دولة وخاصة في الفترة هذه وتنتج في منتوش قاتل. أي وتنتج في منتوش قاتل وفي الفترة دي هي ثم وزارة تنتج في منتوش قاتل في الأخر بالكل. يعني وزارة الثقافة قاعدة ساعات تنتج لنا في منتوش اللي قاتل أكثر من الدخان. الدولة التونسية تنتج في منتوج مكتوب عليه، هي تكتب عليه، مش حتى قاعد يكتب عليه، تكتب عليه التدخين قاتل. ودور الدولة في أي مكان في العالم هي حماية مواطنيها من الأمراض، لأن تنجم تصرفوا هنا وماشي كيما قلت
قلت انت رابحه مش خاسره، لكن خاسره زاده ايضا في التوريد نتاع الدواء، في التغطيه الصحيه، في الشيميوثيرابي، في هذا تخوصوا توكي تخوصوا معاش مش تصير امراض معناتها تخوصوا تحاربوا تخوصوا تحاربوا هذا هو العالم كله اللي مش ياخذوا يا العالم كله هكا يا خليفة. تو هو عند الدوله والدوله رابحه منه نمشوا احنا نخوصوه وما تبقى الامراض هي نفسها باش اللي تاكس خاطر اللي تاكس على الاقل هيك الارباح شويه نجم نصلحوا بها السبيطارات هذول خوص ملف التدخين هو ملف نموذجي نجم نفهمه من خلاله الدوله هذه كيفاش تمشي. ملف هذايا تلقى فيه سوء التسيير نتاع الدوله، تلقى فيه مونوبول ديتا، اون ميم طون تلقى فيه في نفس الوقت عمليات فساد في التوزيع وفي سند الرخص. انا قاعد نقرا تو في شروط سند الرخص للمنتفعين، ما انا حاجه اجتماعيا تحاول تمتص الادنى نتاع الحالات الاجتماعيه، تخلق لك زبونيه على مستوى المعتمدين والولاء السياسي وغيره، تجيب الناس نتاعك تعطيهم الرخص انت والتوجه السياسي وانت والحاله السياسيه اللي موجود عليها الجهه والوالي والمعتمد لحظتها، وتلقى فيها حاجه غريبه جدا اللي هي تسعير الدوله غير الواقع. انا امس نشوف في الارقام قلت والله يا ورخصوا ما غلاوش. وانت منين تعرف الحكايه هذايا؟ لا انا ما نف... انا ما نف... غير مهتم بهذا الموضوع. انا غير مدخن واشجع الناس على انه ما تدخنش، لكن عندي علم بالاسعار، نعرف اللي يصوموا 10,000 امس نلقاه غلاوه ولاو 8,000، لانه الفوارق ما بين البيع وما بين السعر اللي تحدده الدولة كبير، فما رقابة، ريتو الناس تتخطى. نحن عاطين رخص نتاع بيع الناس تستعمل فيها كواسطة لسوق باش تكرس بها المضاربة الغير مشروع. الدولة تجري بوحدها، خليفة قال مش خاسر، فما مونكا جانية كبير. اي يا سيدي ها باش نعطيك منحة التذوق اللي هي معناها حاجة مش متخلفة، معناها أنا نمد مش للشعبي، نمد الأعوان إدارتي نعطيهم منحة سم باش الناس تموت. هذه هي الفكرة، نعطيك في السم وقول لك تفضل هذا يزيد أحسبه معاك. الأعوان المباشرون مذاقات أسبوعية من 12 ل 48 علبة أسبوعيا لكل عون. عندك العوين متقاعدون، حتى المتقاعد معنا ما نسلموش فيه، فهمت؟ نخلطين عليه نقتلوه حتى في داره. 70 علبة لكل عون. أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين ومراقب حتى مونبر تا كونسيل لوزير نبعثوا له كاردونة التذوق. قدم مبلغ الجملي بالله يا سامي جيو مبلغ هاي من 2013 ل 2015 عندنا أرقام 10 ملايين علبة ما يقارب 22 مليون دينار، 22 مليار فرنك. هذه منح سموم نمدوا فيها الأعوان الدولة باش نقولوا لهم تفضلوا موتوا بالقدا. ما هذه من بعد الناس ما هيش فاهمة انه الدخان هذا ما يفسروا لي اون ناتور ولا ياخذها؟ لا ياخذها ياخذها ما كيفش يبيعها جزء من الأجر. وكل مسؤول يجي مدام لقاه هو يعني الميزات هذيك علاش تحبوا ينحاها؟ على سبيل دعابة مسؤول قال لك زار رياض الأطفال، سألهم قداش يتكلف الصغير كل شهر، قالوا له يتكلف ب400، قال لهم لا برشا نطيحوه ل 300 نقصوا في الماكلة، مشى للسجن. سألهم قال لهم قداش يتكلف السجين، قالوا له يتكلف ب400، قال لهم لا شوية رجعوها 800. السيد اللي معاه قال له كيفاش معناها الصغار رجعهم 300 والسجين رجعوا 800؟ قال له خاطر احنا كي نخرجوا مسؤولين مشوش للراوض. القطاع هذايا معز يعمل لك خلاصة لكيفاش الخور في عملية التسير. دولة تجري بوحدها تجي الثانية، الدولة تعطي الرخص وهي تعرف انه الرخص هذيك مهيش هي فقط اللي باش تبيع الناس حاملي الرخص، هو يبيعها في الوقت، هو ياخذهم من هنا يبيعهم في الوقت غادي. فما ناس عندها رخص ولا عندها لا اكشاك ولا جمرك ولا حتى شيء، هي فقط
معناها تعطي في الرخص متاحة ولا تكري في الرخص متاحة الناس أخرى باش تقوم بها. الدولة عندها أكثر من 15 سنة تحاول تقضي على السوق السوداء المتعلقة بالبيع، لأن السوق هذه تسبب في مآسي صحية. الدولة هذه في بالها تاخذ في الفلوس متاع الدخان باليمين وما تعرفش اللي هي قاعدة تصرف فيهم في باليسار في السبيطارات وفي التغطية الصحية متاع الناس وفي في المآسي متاع المواطنين. راهو حاجات كارثية قاعدة تصير باسم الدخان. وحاجة أخرى، الدولة ما عملت حتى شيء للحلول البديلة للدخان. نشوفه في الفاب كيفاش هو بيدو يتباع في السوق السوداء، نشوفه في الحاجات الأخرى اللي نورمالمون باش تعوض الدخان وما نعرفوش أصلا مقاربة الدولة متعلقة بها شنو قاعدة تعمل فيها. القطاع هذايا قطاع نموذجي باش نعرفوا أنه نحن ماشيين ديما في ثنية غلط. شوف واللي يلقى لي علبة كبريتي جبالي لا بالحق كبريت هذايا دوسي اخر. لا خاطر فما زاد الاسعار نتاع الكبريت. الملف الصحي حكينا عليه الكل في علاقه بالتدخين، وانا كيف ما نشجعش الناس انها تدخن. انا ما ندخنش، انا بالحق ما اكثر حاجه نكرهها في الدنيا هذه هي التدخين. والمقاربه نتاعنا للاسف معز عام 2023 ما زلنا نحكيه على مقاربات حتى في الجانب الاقتصادي نتاع القرن التاسع عشر، انه دول تبيع في الدخان ودوله تبيع في الدخان. انا رجعت تقرير حول المنشات العموميه معز معناتها نتاع 2021 اللي اصدرته وزاره الماليه. صحيح معناتها ثم ارباح شركة، لكن شركة هذه مدينة وعندها ديون كبيرة. ما زالت مع 2021 590 مليون دينار هي ديون شركة التبغ والوقيد في علاقة بالسينسيس، في علاقة بمنشآت عمومية أخرى إلى آخره. وكيف مع المنظومة هذه حتى بالقوانين اللي حابين نحطوهم متى منع التدخين في الأماكن العمومية، منع التدخين ها وين أعطيوني مكان عمومي اليوم الناس مش قاعدة تدخن فيه. يعني حقيقة الجستيون متاع الفليو دو تباجيزم في تونس معناتها جستيون غالطة وجستيون ما عملنا فيها حتى تقدم. نجيو كما ما قال خليفة مش حتى في علاقة بالتدخين برك، خلنا نحكيو على الدولة المونوبول اللي وين يبدأ عندها مونوبول الدولة، طريقة التصرف متاحها في المونوبول هذي. هو انت تعطي في الرخص وانت عندك الولايات والمعتمدين والدنيا كل هذي بوغ جغي الرخص هذوما، وين هم الرخص؟ يعني اليوم ما ثماش حتى حماس تقف اي انسان قدام اي حماس ما يلقاش دخان داخل من الكونتر بوند من المارشي باراليل في اي حومه في اي جهه في اي معتمديه في اي عباده موجود. يعني معناتها الكوندر بوند عيني عينك، معناتها تشوف حتى في دول متقدمه اليوم اللي مش يبيعوا في الدخان واللي قاعدين يسير تاكسيو في الدخان بطريقه كبيره برشا، وهذايا شيء منطقي وشيء معقول ان الدوله الشخ تاكس الدخان خاطر قاعده كما اللي عندنا في تونس حاجه طبيعيه وعاديه. لكن شنو الفرق معز؟ هم دي بريفي يخليهم يصنعوا ويبيعوا الدخان مش الدوله، وهي اللي سير تاكس مش الدوله تداوي العباد. هذا هو الفرق. ما انت تاكس لو كونسوماتور وانت قاعد تبيع فيه. هذا الخور وهذا اللي شيء متخلف وموش منطقي وما ثم حتى عقل في الحاجه هذيا. دونك جيستيون تاع الرخص هذيا وينهم؟ هاو كنت تحب تشد مونوبول، انت تبيع للجمارك يبيعوا للعباد، تلقى الرخص هذيا قاعده تصير فيها فساد كبير وقاعده تتباع بطريقه غير قانونيه. وان كونتر بارتي كيف لو مارشي باراليل والدخان اللي دخل لك من الدول المجاوره، ناس قاعده تستغنى منه وناس قاعده تدخل فيه برشا فلوس، وانت عندك مواطنين قاعدين يموتوا. والدوله حتى مهما تكون لا سور تاكساسيون هذه ما تجيش في حق الرعايه الصحيه والسبيطارات قاعده تصرف على الامراض هذه المزمنه اللي تجي من التدخين. نرجع مواضيع ملاحظه باجازه خليفه نرجع مواضيع حلقه. اذا نحكوا على المبدا على مساله الدخان والاضرار نتاعو انا معكم. المقاربة الصحية هذا جانب أنا مع منعه، أنا مش نطرف أكثر، أنا مع منعه. أما اللي ما نجمش نفهمه كيفاش يولي الدخان عند الدولة هذه مؤسسة قاعدة تدخل في الفلوس للدولة سنويا نتربح بقطع نظر في شنو تبيع. نجو احنا نقولوا لأسباب صحية إجا نخوصوها مش أسباب صحية بركة أنا كتب بريفاتيزاسيون شركة بريفاتيزاسيون. ما هو هذا السؤال فيش توا كي نخوصوها يبدو الخواص هم اللي شادين الواحد معاش مش سبب أمراض صحية. إيه هذه المسألة راهو أنا أفهم يا إما نمنعوا نهائيا على الخواص ولا على الدولة، أما لا هي رابحة مؤسسة عمومية أنت عامل معها كمؤسسة عمومية فيش بيع ما يهمنيش نجي أنا بيعها. يا معز احنا ما نحكوا على السبب الصحي، يا نحكوا على مؤسسة وهل انها تربح ولا ما تربحش. نحكوا بمنطق اقتصادي صرف يا اما نحكوا بمنطق صحي. انا نقول لك مع منعه، انا مع منعه، هاني مش معك اكثر صحيه لان صحه الناس اهم من كل شيء. نحكوا بمنطق ربحي ومنطق تجاري هي قاعده تربح، تقول لي لا نخصصها لانه اخلاقيا ما تجيش معناتها اخلاقيا. سامحني يا معز كي يبدا البريفي يبيع سموم
وتقتل العباد وفي الاخر الدوله هي اللي مش داويه مش البريفي شو التاكسي معناتها اللي مش اي نفس الشيء هو سامحني كله تاكس هو يا خليفه تو هو وتبيع فيه الدوله تو انت كان ترجع للعلبه قيمتها الاساسيه كله تاكس والتاكس هذاك وين يمشي تما يمشي الميزانيه بتاع الدوله معناتها احنا نحوه من ميزانيه الدوله تصلح بس بطارات ونعطوه للبريفي اللي مش تمشي في جيبهم هم سامحني عادي في جيبهم هم وفي نفس الوقت ما توفرناش حتى فلوس باش نداوي الناس بالفلوس هذا المنطق نجم يسالش خليفه حاجه خفيفه فقط بغير شو اللي دبا كبير ياسر لا مهم اسات عموميه على المنطق نحكي على المنطق خليفه راهو اقتصاديا كيبدا البريفي نجم يرد تربح اكثر برشا من اللي تربح اليوم وصير تاكسي اكثر بخلاف هذا هي تربح لشكون تربح في جيبه هو مش في الدوله ضرائب ضرائب يا خليفه ضرائب ممكن تربح اكثر من الضرائب يا معز 80% تاكس 80% تاكس الارباح السنويه نحكي لك خليفه صحيح ارباح السنويه يا خليفه صحيح ما قلت تفضل ارباح السنويه تشوف انت مثلا اتصالات تونس قبل ما يدخلوا ال 35% نبيعوا من الخواص قاوها تحسنت صورتها خير في الماركتينغ خير في الكوميرسيال خير البينيفيس خير دوك يطلع البينيفيس تطلع على رايك ردها 40% 45% 35% كي البنوك تو تجيب لك ضرائب اكثر واكثر من اللي تاخذ فيه انت تو لأن قدرة الخواص على تسيير مثل هذه الشركات أكثر بياسر من اللي قاعدين نشوفه فيه تولي ما عادش متدينة برشا تولي ما عادش عندها ملايين الدينارات ديون تجم تنحيلهم هذية متاع المنحة متاع الذويقة معناها تجم تعمل أبلون سوسيال منحة الذويقة جزء من الأجر معك يا خليفة غالب مش غالب جزء ما هو أحنا زادة كي نعملوه وكأنه فساد جزء من الاجر كيما انسان يخدم في اي معمل سكر ولا معمل كذا ياخذ جزء من الاجر نتاعو ياخذ يا خليفه نكونوا واضحين في الحكايه هذه اي هذه ما نغطوش العباد نصوروا لهم سامحني يا معز ما نصوروش للعباد وكانه المذاقه ناس تسرق هذاك جزء من اجرهم جزء من اجرهم اللي غادي تعطيهم فلوس هذاك النقابات نتاع الجمرك ضربت عليه في السبعينات وفي الثمانينات باش الناس خذت فهمتوا الجزء من المنحاذيه غلط نقول لك غلط اما ما نصوروش وكانه سرقه مو سرقه جزء من الاجر نتاعهم هذاك هو اللي اختار فيه هو انت تعطيه 100 علبه اسبوعيا 100 علبه كنت كيفهم يموت بالرسم يعني أي. انت تقول له برا بيعهم في السوق السوداء لانه هو ما عندوش الحق يبيعهم وانت تعطي فيه في 100 علبه معناها يا سيد برا بيع العلب اللي عندك هذا هو هذا واحد يا سيدي قديش من علب معناتها نمشي ولا نهار يا خليفه تصرف فيه يا خليفه تحب نهار تو نرجع للرنتيا كان تاخذ الحليب اللي يخدم في الواحد ياخذ حليب جزء من الاجر نتاعه هيك يبدا حليب زايد يمشي يعطيه الجيران ولا كذا مشكله ما اسمع نعالجوا المشكل كما هو اما نصوروش صور متحركه وكانهم يسرقوا المذاقه جزء من الاجر نتاع العباد اللي تخدم لان يسمعوا فينا يا سامي يا سامي مع الخدامة انا نعرف نقابه الجمرك انا نعرف نقابه الجمرك وكان جي سي مصطفى بن احمد هنا راه زاد وضح لك شنو المعارك اللي عملتها النقابه هذه غلط مش صحيح الاداره الدخان النحوم هذاك موضوع اخر اما ما نصوروش الحكايه وكانه في سرقه والناس تاخذ هذيك الانسانيه في السبعينات تنظر لليوم راهو صارت حمله عليهم لانه صارت حمله على الناس اللي تخدم غادي ونوع من الوسم وردوهم سراقه وكذا راهو جزء من الاجر نتاعهم شكون هو مع الخدامه نحن نحكيوا على الدوله هاي نرجعوا جوستو نحكيوا موازنه الدوله عمل 2023 بلي خلي حاجه فرد مره نكمل معناتها زاد ما يجيش اللي في ستاج هذا ياخذ ضوء بلاش واللي يخدم في سي ان اس اس ما يسويش واللي في الدخان ياخذ الدخان بلاش يعني مقاربات هذه معاك في عام 70 في عام 70 فالابل عام 2023 الكومبانيه تخسر في 500 مليار كل عام بالسوق الباراليل نتاع الدخان المهرب هاكا موجود في الاسواق هاكا في باب الجزيره هاكا في الحوانت وين الدولة وين الديوانه وين وزاره التجاره مسيبين الماء على البطيخ نرجع لمواضيع حلقة اليوم دخول محمد علي الحمزاوي المتهم في قضية تآمر على أمن دولة في ضرب جوع نحكي على رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي يطلب من رئيس الحكومة الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات اللي تمت منذ سنة 2011 استئناف نشاط محلة صنع الخبز غير المصنف نحكي عليه في الساعة الثانية والأخبار الإبقاء على رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحميدي في حالة سراح دون تحجير السفر عليه يلتحق بنا بعد الفاصل الأستاذ العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن أنس الحميدي حوارات نقاشات أخبار ربح عديد الفقرات دوسيات وبرش حكايات كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة متاع الصباح معايا أنا مريم بالقاضي وكل الفريق صباح الديوان صباح الديوان صباح الخير منك نسمع صوتك تسمع لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم مواضيع الساعة مراسلين من كل بلاصة ينقلوكم كل كبيرة وصغيرة على عين المكان
منك نسمع. الميسيون اللي تجيكم كل يوم اثنين للجمعة من العشرة نص نهار معايا أنا هدى الورغمي على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. نحكيو سياسة اقتصاد وكل مهم البلاد، ضيوف ومواضيع الساعة وآخر الأخبار والأحداث والتطورات. معايا أنا معز بن غربية وكامل الفريق. تابعونا. مرحبا بكم من جديد في هنا تونس. ابقى رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحميدي في حالة سراح. ناخذ أكثر تفاصيل مع الأستاذ عايش الهمامي عضو هيئة الدفاع عن أنس الحميدي. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا أستاذ. أهلا وسهلا معز، ومرحبا بك وبالسادة المستمعين. دخلت معنا يوم الجمعة الفارط، عبرت على تخوفاتك بأنه الاستماع إلى رئيس جمعية القضاة الغرض منه تحجير السفر حتى لا يتمكن من تسلم جائزة النضال من أجل استقلال القضاء. فقط نحب نتأكد من الخبر، لم يتم تحجير السفر على أنس الحميدي. فعلا كنا نخشى من أنه يقع تحجير السفر عليه باعتبار تاريخ الجلسة المريب اللي تعين في 21 أوت، كما تسرت لكم مرة أخرى، لأنه مفروض عطلة قضائية حالة الصراح لا ينظر فيها. وأحضرنا اليوم مع سيد أنس الحميدي عدد كبير من المحاميات والمحامين، إلى جانب مشات معنا يعني وفد كبير من المجتمع المدني والقضاة وغيرهم اللي عبروا على تضامنهم ومساندتهم. وكانت يعني كان نوع من التعبير على التضامن اللي يسر النفس بالنسبة لنا في الدفاع على استقلال القضاء. وسيد قام التحقيق قبل التأخير، لأن طلبنا التأخير للاطلاع على الملف، وخاصة في انتظار الطعن الذي قدمناه في قرار رفع الحصانة، لأنه هو القاضي بشي حالة من قاضي التحقيق لازم ساعة مجلس القضاء يرفع عليه الحصانة، وقرار رفع الحصانة بتاع مجلس القضاء قابل للطعن، وهذا ما تم. احنا طعننا فيها أمام المحكمة الإدارية وقدمنا قضية استعجالية في قاف تنفيذه وتأجيل تنفيذه، وقدمنا القاضي التحقيق اليوم ما يفيد أن طعنين في قرار رفع الحصانة، طلبين منه انتظار مآل القرار هذايا، وكذلك تمكيننا من التأخير للاطلاع على الملف وأعداد وسائل الدفاع، واستجاب وتعينت الجلسة القادمة يوم 15 نوفمبر القادم، وهو أجل معقول وطبيعي وأثناء العمل القضائي. ولم يقع اتخاذ من حسن الحظ أي قرار أو تدبير احترازي، وبالتالي ينجم إن شاء الله الرئيس أنس الحميدي يتنقل لمؤتمر الاتحاد الدولي للقضاة في شهر سبتمبر لتسلم الجائزة، لتشرف القضاة التونسيين، واللي تأكد أنهم همش ساكتين على كل محاولة لضرب استقلاليتهم. لكن معنا سي العيشة نجم نفهم أنه قاضي التحقيق معنا حكيت معنا نهار الجمعة عبرت على تخوفات خشية، قلت راهو أمور معنا فهم مسترابة بأنه يقع الاستماع ليه نهار الاثنين، وأنه هذا الكل كان لتحجير السفر عليه. وقت اللي ما تحجرش السفر عليه نعني القرار قاضي تحقيق كان مستقلا، وأنه ما كانت فما حتى تعليمات لتحجير السفر على أنس الحميدي. القرار كان قرار عادي، وهو ما كنا نخشى أن لا يكون. احنا كنا نخشاه أنه تقدمت الجلسة الـ 21 أوت باش يمنع عليه السفر، عبرنا على الخشية هذه وجنبنا الدفاع و المحامين وأعلمنا الرأي العام بهذا. احنا في صراع، انا اعتبر ان اليوم احرار تونس في صراع مع هذه السلطة التعسفية، هي تستعمل في الأجهزة الصلبة في القضاء والمحاكمات والأمن، واحنا نستعمل او نلتجأ الى الرأي العام وقول الحقيقة، هي تتهم فينا بالباطل واحنا نرد عليها بالحقيقة. وهذا الصراع يعني له يعني دوائر ومراحل. اليوم احنا كسبنا انه لا يقع رفع السفر عليه، كانت خشيه جديه ما كناش جايبينها هكاك تبهله لا بدون سبب. وقت اللي تعين لي جلسه رئيس جمعيه القضاة نهار 21 اوت بينما جميع القضايا الاخرى تؤخر بطبيعتها الى ما بعد العطله، انا عندي حق خاص خاصه وعندي انسى انت تعسف السلطه التنفيذيه على القضاء، وعندي قانون عامله رئيس الجمهورية يقول أنا عندي الحق نطرد أي قاضي في كل وقت مهما كانت رصبته ومهما كانت أقدميته بدون حتى يطلع على الملف نتاعه ونعمل له أمر إعفاء. هذا قانون موجود في تونس ونفذ رئيس الجمهورية وطرد 57 قاضي ديجا. فنحن نخشى من أن القضاة المباشرين يكونوا تحت الضغط،
لذلك تجندنا ودفعنا وعملنا خاصة إعلام الرأي العام بالحقيقة بأن هناك خشية من تعسف على نفس حماسي، ونعتبر أن كسبنا المعركة. وعلى كل حال نحن لم نقول أننا متأكدين 100% من هذا، لكن قلنا نخشى خشية جدية منه، واليوم كنا حاضرين ودفعنا ولم يقع هذا، وهذا خارق العادة وهذا نفرح به ونرى أنه هذا المفروض هو العادي. ريت من وصلنا أن وقد تبدأ الأمور عادية نعمل عليها فرحة ونقول والله ريت كيفاش القاضي هانو عادي، معناها واضح أنه نحن في وضعية غير عادية، خطر كان جت الدنيا عادية هذا ما يتمش أصلا. واضح ما توخر الجلسة في 21 أهود من بداية جويلية تتواخر بعد العطلة. واضح. شكرا لك سي العياش الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس جمعية القضاة سي أنس الحميد. أي سي عماد تعليقك على كنت تسمع فيه مع أنسي العياش؟ أول حاجة ما ذكره الأستاذ العياش الهمامي من كون سي أنس الحميدي لقى دعم كبير وحضور مكثف من المحامي، وهذه فرصة بالنسبة لي هو وبالنسبة لغيره من بعض القضاة باش يعرفوا الدور المهم للمحاماة في فرض معايير المحاكمة العادلة، خاصة أنه سي أنس الحميدي كان من أكثر الناس هجوما على المحامين وعلى هيئة المحامين. اليوم حان الوقت باش يعرف قيمة المحاماة وقيمة المحامين هو وغيره من اللي اليوم في مواقع متقدمة. وهذا وقت اللي كنت أنا والعياشي الهمامي وراضي النصراوي ومختار التريفي رافعوا في القضايا السياسية قبل 2011، اللي ماخذين اليوم مواقع متقدمة في القضاء كانوا يخافوا من الكلام اللي كنا نحن نقوله، مجرد الاستماع يخوفوا. اليوم مالورزمو نقاهم في مواقع متقدمة. حبيت نقول أنه من ناحية القانونية حتى ولو لم يقع اتخاذ قرار تحجير السفر عند السماع الأول للمظنون فيه وتأجيل استنطاقه، ما فما حتى مانع وأن يكون حاكم التحقيق خذاه ديجا ولا يأخذه لاحقا. إيش معنى يخذاه ديجا؟ يقول لك لما يتم لا 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 لا، قرار تحجير السفر لا يقع إعلام المظنون فيه به، مش بحضوره، بطاقة الإيداع بحضور المتهم. قرار تحجير السفر وكم مرة صارت وأنه واحد يتحل ضده تحقيق، وقبل حتى ما يمثل قدام قاضي التحقيق دوبا من يجيه الملف ياخو قرار في تحجير السفر. ربما هما حسبوه أنه قرار تحجير السفر مش يزيد الصورة قتامة، أما هذا ما يمنعش وأنه ينجموا إداريا يقع منعه من مغادرة مطار تونس قرطاج نهار تلمش يخرج البر. أنا نقول وأن هذه القضية ما كانتش يلزمها تكون، لأن القضية هذه هي على خلفية أنه بمناسبة تنفيذ الإضراب اللي عقب إعفاء 57 قاضي وإصدار المرسوم المشؤوم المرسوم 35 اللي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إعفاء القضاة مباشرة دون المرور بالمجلس، فما قاضي في دائرة استعجالية في المحكمة الابتدائية بالمستير دخل جلسة إلى بريزيلا غريب، فدخلوا أنس الحميدي وطلب منه رفع الجلسة. مش كل الأفعال في مثل هذه الأعمال يلزم نعملوا فيها قضية. تي تو عملت القضية هذه، إيه شنو معناها تو عملت له قضية في تعطيل حرية الشغل؟ أنت هذه عركة يلزمك تعملها، كنت يلزمك تغض عليها النظر، لكن هذا ما يمنعنيش باش نقول اللي أنس الحميدي هو واحد من الذين ساهموا في إعداد القضاء باش يذبحوا قيس سعيد. أنس الحميدي، أحمد الرحموني، كلثوم كنو، هذم ناس تلت 10 سنوات وهما يذبحوا في القضاء من الداخل، لأنه مش كما أنا نحكي ليه القضاء راهو نجم المستهلك المعلومة يقول هذا محامي وعركة بين دو كور إتوسا. هذم قضاة كانوا من داخل القضاء في إطار تصفية معارك داخلية وشقوق، ذبحوا القضاء. هذوما اللي اعطاوا للبحيري باش عزل 83 الفريق هذا بما فيهم أنس الحميدي. أنس الحميدي صاحب المقولة المشهورة عدالة للأغنياء وعدالة للفقراء، باش نذكركم للناس الفكارن اللي ما عندهاش ذاكرة،
وانه في لا دوموند ديكستراديسيون تاع بلحسن الطرابلسي الاخرى لا كور دابيل ديكس المحامين على شنو ارتكزوا؟ انه غياب مقاومات المحاكمه العادله وانه القضاء غير مستقل، واستظهروا ببيانات الجمعيه المصح فيهم انس الحمادي ولذا راهم الناس هذوما زاد اليوم وايضا نقفوا معاهم، وايضا الخوف على سلامته الجسديه هذيك حاجه ثانيه نظرا لوفاه ناس من عائلته اخواته ماتوا في السجون، لكن ما يمنعش اليوم نحن نضامنوا معاه في موقف ضعف في موقف القضاء مضروب على ركيبه، لكن هذا من الذين ساهموا. وانو قيس سعيد يهبط المرسوم 11 ويهبط المرسوم 35 ويستشهد بهؤلاء اللي ذبحوا القضاء من الداخل واللي اعطاوا صورة قاتمة على القضاء، الى حين انه الناس لو كان قيس سعيد مش هبط المرسوم 35، لو كان قيس سعيد خذا مرسوم في اعدام 200 قاضي في ساحة عمومية مشتاق الشعب يصفق، خاطر هذا محضروهم للذبح. حسامي ما عندك خليفة معز؟ لن أطلق النار على سيارات الإسعاف. كل التضامن مع كل شخص اليوم قد يكون عرضة لمحاكمة فيها حد أدنى من التعسف، مش نمشيش للأقصى. نشوف أنه الرسالة باش نشترك أنا والأستاذ عماد، من المستفيد أنه تونس رئيس جمعية قضاة بكل ما يمكن أنه تتقال على الجمعية وعلى رئيسها وعلى غيره، لكن الصورة في الإعلام الأجنبي وفي الخارج وفي الداخل أنه رئيس جمعية القضاة يحاكم. لا أعتقد أنه هذا السلطة السياسية الموجودة في تونس مستفيدة منه. الإشكال اللي وقع مع ناس الحميدي لا يرتقي إلى درجة أنه معناه يولي من مصلحة السلطة أنه تبعوا بهذا الشكل. من عرش علاش تسرع عدم قراءة العواقب؟ راه القانون ذوق وفن، القانون مهوش حاجة جامدة، مهوش تطبيق حرفي، مهيش تعاليم تجي تقولبها وتحطها على الناس الكل. راهو في بعض الأحيان بمبدأ ملائمة التتبع تنجم تشوف الفعل هذا المجرم مكتمل الأركان وتقرر أنت كنيابة عمومية أنه من مصلحة المجتمع أنه ما يصيرش تتبع هذا بالضبط. دونك ما نعرفش من المستفيد من أنه تقدم هذه الصورة اليوم. الحاجة الثانية مش نخرج من ملف رأي جمعية القضاة إلى ملف القضاء. القضاء ليس في صحة جيدة في تونس، وهذا أعتقد أنه عليه إجماع. البعض يرى أنه من جهة السلطة أنه ما قام به رئيس الجمهورية هو خطوات في اتجاه التعافي. أنا الحقيقة نقول عامين برشا. ثاني حاجة، الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بدون نتائج واقعية إصلاحية ملموسة. عامين تقريبا داخلين في العام الثاني بدون حركة قضائية، مناصب معناها بقات فارغة، المشكل القضائي العميق المتعلق بالإصلاحات اللي التشريعية والإصلاحات الإدارية والإصلاحات في سير المحاكم والإصلاحات في الأمن القضائي والإصلاحات في غيرهم ما صارتش. الذهاب فقط لخيار الإعفاء دون التعويض، هذا ما ينجم يخلينا إلا أمام قضاء ليس في صحة جيدة. ناخذ فاصل شاري وبعد نرجع خليفة مواس. تبليسيتي حوارات نقاشات أخبار ربح عديد الفقرات دوسيات وبرش حكايات، كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة متاع الصباح معايا أنا مريم بالقاضي وكل الفريق. صباح الديوان، صباح الديوان، صباح الخير. منك نسمع، صوتك تسمع، لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم مواضيع الساعة، مراسلين من كل بلاصة ينقلوكم كل كبيرة وصغيرة على عين المكان. منك نسمع الاميسيون اللي تجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة نص نهار معايا أنا هدى الورغمي على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فهم، صوتكم هنا تونس. مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فهم. نحكيو سياسة،
اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ضيوف ومواضيع الساعة وآخر الأخبار والأحداث والتطورات. معايا أنا معز بن غربية وكامل الفريق. تابعونا في هنا تونس مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين، من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فهم صوتكم. صيف معانا It's fun time. وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم ستار. تابعنا وعرف السهريات وين وخليك إين مع أميمة العياري وعفاف الغربي في فان تايم من الاثنين للجمعة من الساعتين للخمسة متاع العشية على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. مرحبا بكم من جديد في هنا تونس. مازلنا نحكيو على ابقاء رئيس جمعيه القضاة التونسي ناس الحميدي في حاله صراح. بعد قليل نحكيو على محمد ريان الحمزاوي المتهم في قضيه امر على امن الدوله اللي دخل في اضراب جوع. ونفس نقراو رساله مفتوحه الى الراي العام. الساعه الثانيه رئيس الجمهوريه يطلب من رئيس الحكومه مره اخرى الاسراع في عمليه مراجعه دقيقه لكل الانتدابات اللي تمت منذ سنه 2011. نحكيو ايضا على استئناف نشاط محلات صنع الخبز غير المصنفة. السونداج بعد استئناف نشاط المخابز غير المصنفة، هل ما زلت تجد صعوبة في التزود بالخبز؟ 583 إلى حد اللحظة شاركوا في السونداج. 62% نعم مازالوا يلقاو في مشاكل باش يلقاو الخبز، 20% لا، و 19% غير مهتمين. يحضر معنا خليفة وعماد بن حليمة وسامي ومعز. أي معز لك الدراسة سرحان نقاش خبز الساعة اليوم مرة الأخرى تعطل سرحان تو نهار الأربعاء يجي سرحان نهار الأربعاء لا نعرفش نلقى خبز ولا لا اليوم دونك يعطينا البحث كي يجي. شوف احنا من المفروض ساعة اوروزمون اللي انس الحميدي قعد في حاله صراح في قضيه كيف ما هكا، وكما قالوا الاولاد معناتها القضيه هذه ما تخدم مصلحه حتى حد انه انس الحميدي يتحاكم في مثل هذه القضيه. ومن المنطقي انه ما ثماش قضيه اساسا وما ثماش علاش يقع معناتها رفع قضيه ضد انس الحميدي ولا انس الحميدي يبحث في مثل هذه القضايا. ومعز هنا خلينا نحكيو على استقلاليه القضاء، خاطر تو برشا ناس تقول لك هاو القضاء مستقل خاطر انس الحميدي قاعد، يعني هذا العادي مش كي تصير حاجه عاديه وتولي اون اكسبسيون تولي هي هاو القضاء مستقل. كيما الناس تقول لك هاو علاش قاعدين تتكلموا كل يوم في الراديوات وقاعدين تتكلموا في ديوان فام وتقولوا ما ثماش حريه تعبير، مش خاطر ثلاثه ولا اربعه من الناس ما يتكلموش دونك ثم حريه تعبير. دونك الفو غولاتيفيزي، معناتها مش خاطر انس الحميدي ما وقعش ايقاف ولا تحجير السفر عليه راهو ثم استقلال القضاء. وملف استقلال القضاء هذا يظهر لي قاعدين نوخروا باشواط كبيره، خاصه ان لادات ريفرنس اللي قال عليها سعيماد بالنسبه لي انا هي الدستور. مع الكلام اللي قاله سعيمات في أول حصة غياب محكمة دستورية، إلى متى مجلس مؤقت أعلى للقضاء حاطت عليه يده رئيس الجمهورية، وإلى متى مراسيم كما المرسوم 35. دونك ما نجموش نحكيه على استقلالية القضاء، وهنا وكل قاضي يقعد خايف من العقوبة خايف من النقلة إلى آخره. هنا ما نجموش نحكيه على استقلالية قضاء. كما قبل ما كناش نحكيه على استقلالية قضاء وكنا نحكيه على قضاء البحيري، كما كنا نحكيه على قضاء بن علي. وأي إنسان يتمسك بالسلطة اليوم هو بالنسبة له عنده الداخلية وعنده القضاء، يعني زوز أذرع اللي باش يحكم بها، وهذا للأسف قاعد متواصل حتى بعد 25 جوليا. شنية التهمة متى أنس الحميدي مؤس؟ تعطيل حرية العمل. به هذه القضية كان نطبقوها في الإضرابات، وخليفة يعرف الإضرابات هذية توشتر النقابين تلقاها في الحبس. احنا نعرفوا كتير إضراب في الليسي ولا في الفاك، نقابين يسكروا الفاك، نقابين يسكروا الليسي، يصير هذية في الإضرابات بالضبط. يعني جي انت تختار أنس الحميدي رئيس جمعية القضاة كما ما قال سامي، تلاحقوا بقضية تعطيل حرية العمل في إضراب أعلنته جمعية القضاة. دونك هنا ثم استهداف، لانه هما انا ضدها، ضد تعطيل حريه العمل. معناتها في اي اضراب من الاضرابات انا ديما نقول اللي يحب يضرب يضرب واللي ما يحبش ما يضربش ما يضربش، معناتها خلي حريه العمل للناس. لكن نعرفوا على الميدان هذا مش قاعد يصير. وقت اللي نقابه تقرر اضراب يصير الاضراب باي طريقه من الطرق ساعات. دونك هنا ثم استهداف، خاصه نرجع على الاقل الى مواقف الجمعيه وبيانات الجمعيه في علاقه بمسار 25 جويليا. بيانات الجمعيه ما زالوا موجودين بعد المرسوم 35، بعد اعفاء القضاة، بعد تركيز المجلس المؤقت الاعلى للقضاء. دونك الجمعيه هذه ورئيسها في صدام مباشر نحبه ولا نكرهه مع السلطه. جي تلاحقوا بتهمه متاع تعطيل
عمل تعطيل حرية العمل. دونك يظهر لي ندخل في تصفية حسابات سياسية أكثر منه ملاحقة قضائية في موضوع جاد يتعلق بأنس الحميدي ولا يتعلق ولا يتعلق بالجمعية. يظهر لي حان الوقت أنه يزين من هالقضايا هذه، يزين من الملفات هذه اللي تضر بالسلطة زادة أكثر من اللي تنفعها وتكون تداعياتها كبيرة برشا. خلينا نخمو في إصلاح القضاء، خلينا نخمو في إرساء محكمة دستورية، خلينا نخمو في إرساء مجلس أعلى للقضاء ونخرجوا من المجلس الأعلى للقضاء المؤقت ونبدأوا بالحق نحبوا في إصلاح حقيقي للمنظومة القضائية، ونقول السلطة القضائية والقضاء يكون سلطة وما يكونش وظيفة لدى السلطة التنفيذية. خليفة، هو للأسف أنا نقول سيارات الإسعاف ساعات تتحول إلى سيارات مفخة، وللأسف الإرهابيين اللي عبثوا تقريبا بالقيم المشتركة الإنسانية حتى في الحروب ثم حد أدنى استعملوا سيارات الإسعاف في العديد من المعارك، شفنا في العراق وفي سوريا، من أجل تفجير مستشفيات كاملة. لذلك مثالش نحترم سيارات الإسعاف، أما نتحرم مليح إذا كانت مفخخة ولا سيارة عادية. الغالب للأسف في ظل الفوضى هذه سيارة الإسعاف اللي حكى عليها سامي بن غازي مفخة مع داية خليفة، الله أعلم. هاو مدامك عملت الانترودكسيون، هاو سي عماد قال اللي هي مفخة، هو سيمات قال لي هو مفخة مباشرة. أنا ذكرت بالمسؤولية بالمسؤولية هو ثم برشا ناس زاد ذكروا بالمسؤولية زاد. أنا نعرف زاد اللي تقريبا معناتها هيئة العديد من المحامين اللي دافعوا في قضية الحوض المنجمي قدموا قضية من أجل المشاركة في تعذيب أبناء الحوض المنجمي ضد السيد أنس الحميدي، وكانوا التهمين اللي هو إلى حدود جوان 27 جوان 2018، كان رئيس الدائرة اللي نظرت في قضايا الموقفين واللي نكلت بهم عضو تينامان، قلنا كان عضو مش رئيس دائرة، وكان على يمينه حماد الرحمن، هذا في شهادة كتبها هو على الجانب هذايا مع قضية حوج منجمي نذكرها كما تو 2008 وشنو صار في الشباب، وتحية لهم المساجين الحوض باستثناء الناس اللي بدلت مواقفها لأسباب أخرى وقدمت شهادات، خلينا نقول شهادات زور للأسف لأسباب عائلية. خلينا نمشي للموضوع الأهم. احنا وقت اللي استدعينا الأستاذ العيش الهمامي قدمنا رواية، كنا مع بعضنا معز تقريبا قدم رواية شنو اللي تقول؟ اللي تقول تقدمت الجلسة متاع السيد أنس الحميدي إلى يوم 21 أوت لمنعه من السفر لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للقضاة وتسلم جائزة باسم المحامي. هذه اللي أكدهن وأنا كعلقت عليه قلت راهي رواية من الروايات، ننتظر باش نشوفوا القضاء هل أنه صحيح الرواية هذه ولا مش صحيح. اليوم ظهر اللي الرواية هذه مش صحيحة، وعلى خلاف يقول أنا كنا نخشى، لا حكاية بوثوقية قراءة خليفة مش رواية قراءة. هذا تو أنت محامي متاع خشى يا عماد، يا عماد دخلي خليفة قراءة مش رواية خرافة باهي برا هيا خليفة هيا خليفة ما تنجمش تسكت شوية قراءة هو قراء الأحداث بالطريقة هذيك قراءة نقول مش رواية. أنا ما حبش نخشك في كل شيء بما فيه، قلت كنت ندافع على قضايا مع الأستاذة راضي النصرية وكذا، والله العمري سمعت بيك قبل الثورة تدافع على قضايا لا ندبحهم بالواحد ونحضر له نتبعهم ونحضر له. والله شفتك في المحكمة كان في أنا محامي باش نحضر في المحكمة ما لفش تبع، أما أنت ما عمري شفتك في قضايا متاع قضايا حزب العمال يمكن قضايا صعيب صعيب شوي صعيب شوي صعيب شوي صعيب شوي ثمان يمكن أما صعيب شوي أنا ما سمعتش بي على الأقل تبع ما سمعتش بي من أشطر أنا ما صارش باه نحكي لك قضية 2-2-2002 حتى أنت ماكش بارامتر، بالعكس إذا كان نحكي على بارامتر أكثر واحد ما تنجمش تكون بارامتر هو أنت. أي باه لا عاد توليش شخصية عاد لأن انه السي في نتاعك من الثوره لتو وتقلبك خليك ما تكونش بارامتر. يا ودي انا مش متقلبة انا مش الحلقه لا انت في الحكم انت في الحكم عندك سنوات يا عماد يا خليك في الحلقوم يا عماد انت في الحلقوم وفي الرجاله بالضبط مش نحكي لك في الحلقوم يا عزيز يا خليفه يا عماد اذا كان نحكوا على الجانب هذايا او تو نحكي لك تو هذا لا يفيد المستمع في شيء قاعدين انت خاطر تعودنا بيك تدافع على كمال طيب الدافع ما تعودش تدافع عليك على سجناء سياسيين اي هذاك اختصاصك انا محامي دافع انت على الكل انت اختصاصك هذوك دافع على الناس الكل اما باش تولي تدافع على المنظمين قبل الثوره لا سامحني ما عمري سمعت باسمك ثم ناس نعرفهم وتحط روحك مع الاستاذ راضي النصراوي لا اسال وانت العيش صاحب تحط روحك انت والاستاذ راضي النصراوي مع بعضهم نقول لك شويه مثال خليفه استاذ راضي انا في مكانه عادي انا ما تنجمش تكون انت مساوي لها معنا بكل اعتبار يا عماد هذا لا يفيد المستمعين في حد شيء عايشك يا خليفه اذا خلينا نمشي معناتها انا كنت نحكي هو معناتها قطعني فليتحمل مسؤوليته باهي اللي قاطعك تسمعوا الكلام لا ما سمعتكش قلت لك حقيقتك
اللي ما تحبش تعرفها خليفه ما يجيش عاد. لا هكا ولا تهاجم شخصي يا خليفه. شنو تهاجم شخصي؟ تهاجم شخصي ولا في شخص؟ ما تهاجم شخصي يا خليفه. انا سالته على حاجه. انا كان كل واحد باش نجيبوش هو اسند لروحه بطوله. قلت له انت ما تستحقهاش. تكون واضحين. ما تعرفش تو نجي نقول في العلن اللي انا رفعت في قضيه سياسيه وانا ما رفعتش. يا سيدي رفعت. رفعت. خليفه مازال عندنا البطل نتاع القضايا اللي يا خليفه. لا يا خليفه يا خليفه ارجع لجوهر الموضوع. راك كرونيكار يلزمك تكون في مستوى معين. ماكش انت عماد يا عماد يا عماد يا عماد رانا في اللايف يعيشكم اي وراه مش داخلها بتدخل من حزب سياسي معناتها فرضني في قناه كما تعاملت مع برشا ناس بما في محالتك انت كانوا يحطوك كرونيكار في بلايص. انا عندي 15 سنه صحافه. لا انا عندي 15 سنه صحافه. لا 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 هكا لا لا خليفه صدقني يا معز كل كلمه سرد على نهار ولقت تهاجم شخصي يا خليفه. ما يجيش يقول لي انا كرونيكار. انا نقول له انا 15 سنه نخدم في الصحافه أنا يا خليفة. أما ما عمري وحطني تحية تونس ولا حزب سياسي ولا نداء تونس كرونيكير. ما حطك حتى حد على المقاس. حتى حد وحتى عماد كنجيبه وما وصلني عليه حتى حد وما كلمنا عليه حتى حد زاد ما يخليفوش كنا واضحين. لا حتى تو مازلت مثال. لا قبل كان يوصل لي. أي ناخذ فاصل خير. لا ناخذ فاصل خير باش نرجعوا نحكيوا بعد ساعة ثانية أفضل. أي فاصل. حوارات نقاش.